السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الدرس التاسع من فورماسيون ادوب بريمير برو. في الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش مثلا هذا الفيديو هذا اللي فيه اهتزاز بزاف كيفاش اننا نديروا لو ستابيليزاتور. اوكي، اذا غادي مثلا كليكي على هذا الفيديو هذه، انا غادي نلاحظ انه فيه اهتزاز بزاف. اوكي، اذا كيفاش انا نديرها ستابيليزاتور فقط بلوجيسيال. اوكي، اذا غادي نجي هنايا الايفي، اذا لما كانش عندكم في ايفي كتمشيو للفينتر وتلاقوا هنا عندكم ايفي. اذا هذه هي، اذا هنا غادي نكتب ستابيليزاتور. اذا فقط ما نكتب ستابيليزاتور، اذا ها هي غتعطيني. قبل ما نديرها غندير كوبي على هذه، نبقى بارك عليها وندير الت ونجبد وحده هنايا فوالا باش نشوف كيفاش كانت وكي ولات. اوكي، اذا ها هي ستابيليزاتور. اذا غادي نهز هذه وغادي نديرها لهاد الزاوجه مثلا فوالا ونطلق. اذا هو كيدير لاناليز. اذا قد يتعطل شويه على حسب البيسي اللي عندكم وعلى حسب الفيديو واش طويل بزاف، اذا انتظروا حتى يكمل. اذا هو كمل، نشوف لا ديفيرونس ما بين هذا الاول والزوج. اذا نعاود نشوف هنا مثلا هنايا، اذا نشوف دابا هذا اللي فيه ستابيليزاتور، غادي نلاحظ انه نقصلو بزاف داك التهزاز هذاك فوالا. وايضا ممكن ندير حاجه اخرى، هي انني نمشي لوبسيون دي في ونكليكي هنايا على داك الفيديو اللي درت له ستابيليزاتور. اوكي، ونهبط لتحت غنتلقى هنا تزدت عندي هنا ستابيليزاسيون. اوكي، اذا هنايا عندي ليساج، هنا عندي 50%، بالاحسن انه ما يكونش ما يفوتش 50%، يعني الماكسيموم تخليه 50 مثلا ولا 40 ولا 30 على حساب الفيديو باش تبان شويه ريال. مثلا غندير 30، كليكي في شي بلاصه. اذا فوالا هو كيدير الكالكيل دابا وعطيني ستابيل. اذا هو كمل، كليكي عليه فوالا على هاد الشكل هذا. ايضا ممكن انني هنايا بحال اللي ندير له داك بحال الاوبسيون افونسي، اذا كليكي على هادي، هادي عادي يزيد يدير كالكول مره اخرى. اذا هو كمل، نشوف دابا فوالا. اذا هذا فيديو قصير انايا، غتشوفها في دي فيديو اللي مثلا درتهم بالتليفون ولا بالكاميرا، غتحس واحد الفرق كبير بزاف. اذا نتمنى هذا الفيديو يكون على الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.